في البداية نهى، قوليلنا بقى الحملة بدأت ازاي، سمعتي عنها ازاي وابتديتي او قررتي انك تكوني متطوعة فيها؟ انا اصلا من متطوعين مؤسسة مصر الخير، وعرفت الحملة من هناك. هي الحملة بالاسف زي ما انت قلت، يعني برعاية وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اجيال ومؤسسة العصر، فكانوا طالبين شباب متطوعين للحملة اللي هي مدتها 3 شهور، فدي بداية يعني معرفتي بالحملة. طيب نهى، يعني بما ان بقى احنا اشرنا، او زي ما إن طبعا اشرت ووضحت الشائعة، ويمكن ده مش سر، امبارح في كل البرامج بالليل دخل دكتور عمرو خالد في مداخلات ووضح انه هو ما سابش الحملة، هو موجود في الحملة. ما بين بقى انه حصل بلبلة كده اليومين اللي فاتوا، احنا مش عايزين عمرو خالد هو ازاي يدخل الحملة دي، بعد كده لا هو موجود في الحملة، بعد كده لا ده عمرو خالد مش موجود، دكتور عمرو خالد يعني مش موجود في الحملة، تقولي ايه للمشاهدين؟ لانه دلوقتي في ناس عماله تتكلم تقولك ايه ده بقى، هما ده اخوان، طب هما الاخوان دخلوا في الحمله، يعني عايزين برضو نقول بقى الحقيقه كما هي للمشاهد. الحقيقه كما هي ان احنا شباب متطوع في حمله اخلاقنا، باختلاف بقى القيادات او الناس تقول ده فلان او مختلفين معاه متفقين معاه، دي مش السكوب بتاعنا خالص. احنا السكوب بتاعنا احنا شباب متطوعه في حمله بتهدف لحاجه بوزيتيف، لحاجه ايجابيه شويه، بعكس كل الحاجات اللي ماشيه دلوقتي يعني كتيره جدا اتجاهات نيجاتيف كتير، وكل الناس بتسلط على النص الكوبايه الفاضي. فاحنا شباب متطوعين في حمله هدفها في الاخر ان احنا نعمل حاجه ايجابيه في المجتمع بس.